سادتي مشاهدينا متابعينا في كل مكان، الأعصاب مشدودة، الأنفاس محبوسة، التوتر والترقب والانتظار والقلق والخوف، الدعوات والأماني، التوقعات والترشيحات، التفاؤل والتاريخ والأرقام، الحلم والرغبة، القلوب تخفق والعيون تراقب، المدرجات تمتلئ، الساحات والمجالس والاستراحات، الكل ينتظر هذه القمة، الحركة تتوقف، لا حديث سوى عن القمة، ولا صوت يعلو عن المحطة الأهم. يا لهذا المنظر، يا لهذا المشهد، أي استقبال لهذه القمة، أي ليلة ساحرة، لوحة ترسم في لوحة المساء الأخير، في لوحة المساء الكبير، الأوراق، الأعلام، الرولات، الشعارات، الله على هذا الكرنفال. بيرسل الكرة يا رب بالقوة، بالعافية، بالإصرار، بالعزيمة، بالتحدي، اختار الوقت المناسب واللحظة الأهم من أجل البطولة، من أجل كل الضغوطات، كل الصعوبات، اختار الوقت المناسب لكي يقدم اعتذاره في الدربي. يا الله، يا الله، الكرة بتتحول الآن في نص الملعب، وصلت في مكان، الكرة بتتحول من جديد، بداية سريعة متوقعة مثيرة جدا لهذه المباراة المنتخبة والمنتظرة بكل تأكيد. أي تصريحات، أي وضعيات، أي توقعات، أي ترشيحات، أي فلاشات، ستصطاد الصورة النهائية واللقطة الأهم. يا لها من ليلة كبرى، ويا لها من ليلة ندعو فيها الجميع للمتعة والفرجة والاستمتاع بعيدا عن الأعصاب. الحلم في نظرهم يقترب، المدرجات تمتلئ، التذاكر نفذت قبل أيام، اللعب كان على السوق السوداء والأسعار المرتفعة، الكل يريد أن يحضر، الكل يريد أن يكون شاهدا على العصر، شاهدا على كتابة التاريخ، شاهدا على هذه القمة وما ستؤول إليه. الفريقين اللي يتنافسان في أغلب البطولات بيلعب لكرة في مكان، يا رب الله على هذه القوة، على هذه الدقة، على هذه الركنة، على هذا الهدف. شوف اللقطة، ايه الجمال ده، ايه الثقة دي، ايه الحلاوة دي. لكن الوقت المتبقي وقت طويل جدا، الكرة بتتحول في الجهة اليسرى، بيلعب الكرة باتجاه المرمى، يا رب القاتل يأتي الآن بالروح، بالقوة، بالإصرار، يفجرها في المرمى، يظهر في الوقت المناسب، هذا هو القائد، هذه هي الشخصية. هو قال نحن قدها، وهو قدها، قول وفعل. ركلة جزاء، يتقدم، يتقدم للتنفيذ، بيلعب للكرة، الله من علامة الجزاء. شايف الهدوء والثقة والتعامل وبرودة الأعصاب في اللقطة. هل تستمر الانطلاقة؟ هذه الانطلاقة يا رب، يا الله، تستمر الانطلاقة، الله على هذه الانطلاقة. شوف الكلام، شوف الانطلاقة، الله على الكرة، استقرت في الشباك.